اولادنا ما قراوش من الابتدائي حتى الثانوي، ما كاين لا قرايه لا والو. هذا العام كاين اضراب عمومي على المغرب كامل. كنطلب من الوزاره دير حل الاساتذه والتلاميذ، هذا اللي كنطلب انا من الوزاره، لانهم اولادهم كيقريوهم بالفلوس في البريفي، ولادنا حنا ضايعين. يديروا حل الاساتذه باش اولادنا حنا يقراو. احنا ما كايناش سنه بيضاء، احنا متقبلين. احنا شرينا الكتوبه، ضعنا بزاف الحوايج. بغينا حل لوليداتنا، ديروا معنا حل، ما ضيعوش لنا اولادنا، لانهم هما اللي عندهم الامكانيات. كيقري ولادو اللي ما عندوش كيقول له سير ما كايناش قرايه، نجيبهم بالصباح نرجعوهم. يعني في المسيطن هاد التلاميذ، مسيطنهم يتشردوا يتشمكروا يتبلاو، يديروا شحال من حاجه هاد التلاميذ، لانهم كيخرجوا من المؤسسه كيمشوا للزنقه، ما عندهمش فين كيمشيو. حنا كنطالبوا من الوزاره دير لنا حل لوليداتنا، ودير حل مع الاساتذه، لان الاساتذه كون ما كانوش ضايعين ما غاديينش يجلسوا. دير لنا حل لوليداتنا والاساتذه. حنا كنطالبوا من الوزاره دير حل، لان لا ما كانش حل وليداتنا ما غيقراوش. هذا اللي كنطلب انا من الوزير، درنا حل لوليداتنا، لانهم الصحاب بريفي راه كيقريو وليداتهم اللي ما عندوش مسافر، راهم بحال هاد الشباب فين غيمشيو؟ فين غيمشي التلميذ هذا العام عنده التاسع عنده موحد؟ فين باش غايش غيحط في البر؟ صحاب الباك شنو غيحط في هاد البر؟ اش غايقول ديروا معاهم؟ عارفه يقول لهم سيروا ما كايناش قرايه، اضراب عمومي، اضراب مفتوح. هاد الاضراب مفتوح التلاميذ كيجيو للمؤسسه وكيرجعوا. حنا بغينا حل، درنا حل لوليداتنا. حنا بغينا كنطالبوا من الوزير من صاحب الجلاله ناصر الله يدير لنا حل لوليداتنا. من هاد المنبر كنطلب من سيدنا يدير لنا حل. حنا دايرين هاد الاضراب على قبل وليداتنا، وبغينا كنهضروا على حقوق ديال ولادنا. الدراري ديالنا ما كيقراوش، انا جايبه بنتي باش ندخلها للمدرسه، دابا ما لقيت لا استاذ لا والو باش غندخلها للمدرسه نقريها. الاساتذه خص يتخاد الحق ديالهم، هما والمعلمين خاص يتخاد الحق ديالهم باش وليداتنا يقراو. الا ما تخادش الحق ديالهم ولادنا ما غيقراوش. انا كنقول وزير التربيه والتعليم، كيف قريتي ولادك في برا؟ حنا راه غير ولاد الشعب، ما عندنا والو. كنلتجئوا للعمومي، حيت الا كان عندنا الفلوس راه غنمشيو نقراو في الخاص، ما غنلتجئوش للعمومي نقراو. ولادنا ضايعين لاقصى درجه، ما كيقراو حتى شي حاجه. كيف كتقري ولادك؟ شوف حال ولادنا حتى هما يقراو. عطي الحق للاساتذه والمعلمين ياخذوا الحق ديالهم باش يقراو لنا وليداتنا، ماشي ولادك انت قريتيهم. اي قريتي ولادك يعني وصلوا لشي حاجه؟ ولادنا حنا مالهم ما يقراوش؟ انا بنتي كتمنى تكون استاذه، على هاد القرايه دابا غتولي استاذه؟ ما غتولي والو. انا كنقول كنطالب وزير التربيه والتعليم باش يعطي حق الاساتذه والمعلمين باش وليداتنا يقراو، باش ولادنا يتاخذ الحق ديالهم. بغيناهم يقراو، بغيناهم يوصلوا شي حاجه حتى هما. كيف انت وصلتي ولادك كتقراو في برا؟ حنا ولادنا كنقراوهم هنا في العمومي، حتى حنا بغينا ما يوصلوا شي حاجه. هادشي علاش حنا التجئنا للعمومي، ماشي باش يتخاد الحق ديالنا. انت ما يعني نيبالا تقدر تكون دابا ناعس ما نسوقش لينا، حنا نبقاو نغوتو حتى الصباح. الحق ديالنا ما غيتخادش. لهذا كنطالب جلاله الملك محمد السادس باش يشوف في حق هاد الدراري. راه الدراري ضايعين لاقصى درجه. هاد الوزير هذا خاص يتخاد في حقه شي حاجه قانونيا، حيت وليداتنا حنا بغيناهم يقراو. راهم ضايعين بزاف. الكتاب خاوي، اش غيقراو؟ والو. حنا بغينا غير تكافؤ الفرص، يشوفوا شي حل ما بين البريفي والعمومي، يديروا شي حل. ماشي حنايا ضايعين، ولاد اللي عندهم فلوس في البريفي قارين، راه لا يعقل. خاص تكافؤ الفرص. واش فهمتي تكافؤ الفرص؟ يعني اما يرجعوا كلشي عمومي ولا كلشي بريفي ولا يشوفوا شنو يديروا. هما راه عندهم الحل، راه بيديه هو الحل. خاوين راه في الباك، راه ودي في الباك دابا خاوين، ومازال راه بيسي وبيوف، يعني ماشي تاع عربيه، بيوف. ما قرا والو، مشكله. يعني حنا ولادنا ضايعين بزاف 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 والله.